كده نعرفش هالمسؤولين مش شيء مثلا ما يحكيش مع ولاده، ما عندوش ولاد اخته، ما عندوش ولاد خوه، ما عندوش واحد عمره فوق العشرين سنة ودبلومي يحكي له على المشاكل، مش يعرف منين يبدا يرقع. اما الترقيع بالزيادات والفلوس، وقال شنو الزيادات برمجة مع 2018 ولأسباب انتخابية، معناه كل واحد يرمي للي قبله. يا اخي كي انت ماكش معناها ولا قلقوك ولا هالحكومات اللي انت معناها عطلوك وانت نابغه وحكومتك متاع نوابغ، يفاجئ علاش تقبل في البوست اذا انت تحمس وليتك؟ معناها يتلقى حل للوضع اللي انت توجدت فيه. اما مش انت وقت اللي تركز وتولي سافا معناها وستنست وعندك بلاستيك بتاع الباركينج في القصبه وامورك وبنواتك وكل شيء، بعدش تولي ليلي انا فشلت خاطر اللي قبلي فشلوا كلهم قالوا لنا نفس الكلام. يمكن احقاقا الحق ونبداو معناها بالحق رجله ونتكلموا في فما كان مهدي جمعه اللي لا جنجن واللي عملوا في عام ما عملوش وما ينجمش يعملوا المشيشي في 5 سنين. مهدي جمعه معناه للسياسة لحد شيء، نحكي لكم كشخص وكأبخاش. السيد ولد وقته، ولد عصره، ما تربيش في الإدارة تاع بنوات ولا لتيكي ريستوران اللي يخلصوا بهم اللومو والجافيل. إنسان تربى وترعرع واكتسب الخبرة متاعه في عالم، في توتال، في عالم ملتي ناسيونال، منافسة في كل شيء. هذيك اللي فهم شوية وحاول يحرك، لكن هذوما دي كارييريست معناه كسكي مش مرحلوا في 10 ملايين توينس. هو نهار اخر يعرف انتريتو، وكلهم كي يخرجوا راهم ما يموتوش بشر، ما يسخفوكمش، يوليو دي كونسلتان الساعة ب 3000 دولار. معناه هو يستنى، معناه كان قاعد هيك ماشية معناها باهي للسيفي، وكان ونهار اللي يخرج بعد نهارين يولي كونسلتان. انا نبعد زاد اللي خدموهم الحق كونسلتان، معناها ما يشوف البيلان بتاع الخدمه هذيا، مش تخدموا كونسلتان، تخدموا انتي كونسلتان، تقول له سي تيت قل لي انت في بلاصتي اش تعمل، وخذ هذيك واعمل عكس نتاعي وتربح. معناها قالوا كونسلتان حاسين سخنت شويه ما تصعد ولا يبلوك تدخل، يا اما انا غالط راجع روحي راهو نروح بعد ساعة كي روح في الكهرباء نقعد زعما جيتي دور زعما ظلمته زعما اكسي نو no.